اهلا بكم الى حلقه جديده من زوايا الحدث نخصصها للوقوف على سطو المجلس الانتقالي على مبلغ 18 مليار ريال كانت في طريقها للبنك المركزي في العاصمه المؤقته عدن. سطت قوات تابعه للمجلس الانتقالي المدعوم اماراتيا على حاويات نقود تابعه للبنك المركزي كانت راسيه في ميناء عدن. وقال المتحدث باسم الانتقال نزار هيثم أن الأموال جرى التحفظ عليها حتى لا تسلم إلى الحكومة التي وصفها بمجموعة الفساد. ضاف هيثم أن الأموال سلمت إلى القوات السعودية تأكيدا على أن الانتقالية الجنوبية يعمل تحت قيادتها. وكانت قوات الانتقال بقيادة أوسان العنشلي اقتحمت ميناء الحاويات في عدن واستولت على 4 حاويات تحوي لقرابة 18 مليار ريال يمني ونقلتها إلى معسكر جبل حديد. نتوقف عند هذا الخبر لنقشف في محورين: لماذا عمدت قوات المجلس الانتقالي لاحتجاز الأموال القادمة للبنك المركزي؟ وإلى متى يستمر صمت السعودية عن سلوك الانتقالية المقوض لاتفاق الرياض؟ 18 مليار ريال يمني في حوزة قوات المجلس الانتقالي الجنوبي المدعومة من الإمارات. كيف حدث ذلك؟ فبحسب المصادر أقدمت قوات أمنية تابعة للمجلس الانتقالي أمس الأربعاء على السيطرة على 4 حاويات في ميناء عدن تحمل 18 مليار ريال تابعة للبنك المركزي اليمني. على إثر ذلك أوقف الميناء أعماله وأخطر السفن الرأسية والقادمة بتوقف العمل إلى أجل غير مسمى احتجاجا على عملية الاقتحام والسطو على الأموال. متحدث المجلس الانتقالي نزار هيثم أعلن أن قيادة المجلس أصدرت توجيهات بإعادة الأموال وتسليمها للقوات السعودية التي تقود عمليات التحالف في العاصمة المؤقتة عدن، وأضاف أن رئيس ما يسمى بالمجلس الانتقالي عيدروس الزبيدي وجه بتسليم الأموال إلى القوات السعودية تجنباً لتسليمها للحكومة الشرعية التي وصفها بأنها مجموعة الفساد. لكن حتى الآن لا يوجد مصدر أعلن تسلم هذا المبلغ المالي لا الحكومة الشرعية ولا السعودية التي استطاعت الضغط على الرئيس هادي لتوقيع اتفاق الرياض، لكنها عجزت عن ممارسة أي ضغوط على المجلس الانتقالي الذي ما زالت قواته متمركزة في أماكنها بعدن وتمارس نفوذها الكامل. وعلى ما يبدو فإن هناك رضا سعوديا بل رعاية لهذه الخطوة، لأن الموانئ تحت إدارة القوات السعودية المتواجدة في عدن، فكيف سمحت لأفراد الحزام الأمني بالسيطرة على هذه الأموال؟ ربما أرادت إيصال رسالة إلى الداخل والخارج بأن الانتقالي ما زال هو الحاكم حتى بعد اتفاق الرياض، وأن وجود الحكومة عبارة عن وجود شكلي للعب دور بسيط في مساحة الهامش. أبدأ النقاش مع ضيفنا من عدن المحلل السياسي عبد الرقيب الهدياني. أهلا بك عبد الرقيب. أهلا سامي، مساء الخير عليك وعلى السادة المشاهدين. إذن 18 مليار ريال كانت ذاهبة إلى البنك المركزي تم الاستيلاء عليها من قبل قوات تابعة للمجلس الانتقالي. بداية أستاذ عبد الرقيب، كيف حدث ذلك؟ أولا دعني أصحح الرقم. المبلغ هو عبارة عن 72 مليار ريال يمني، هي عبارة عن 4 حاويات، يعني قامت مجموعة مسلحة تتبع المجلس الانتقالي يقودها المرافق الشخصي لعيدروس الزبيدي رئيس المجلس الانتقالي، ضابط يدعى العنشلي يقود عشرات الأطقم، اقتحم ميناء الحاويات في المنصورة، ويعني قام بتحميل الحاويات الأربع وانتقل بها إلى مقر المعسكر التابع لعيدروس الزبيدي في جبل حديد. ولولا خروج الموضوع إلى العلن وتناقل وسائل الإعلام وشبكات التواصل الاجتماعي وناشطين خبر هذه العملية الفضائحية، ربما كان يراد أن يتم سرقتها وتذهب، يعني في خبر كان المجلس الانتقالي يمر بضائقة كبيرة، هناك استقالات في صفوفه، هناك تدمر بين ميليشياته وجنوده وأفراده، لهم تقريبا شهران لم يستلموا المرتب كجزء من استحقاق اتفاق الرياض الذي يطالبهم بتسليم العتاد والأسلحة والقوات العسكرية، وبالتالي أرادوا أن يأخذوا هذه المبالغ لولا تحرك الإعلام وخروج المملكة العربية السعودية بعد 50 دقيقة وتواصلت مع المجلس الانتقالي وأعادت هذه الأموال.
إذا نحن اليوم أمام عملية قرصنة، عملية نهب فضائحية. المجلس الانتقالي يدشن العام الميلادي الجديد بهذه الفضيحة الكبيرة. نحن اليوم أمام نهاية لعدن كعاصمة مؤقتة لليمن، لم تعد هذه المدينة صالحة لهذه المهمة. نحن اليوم أمام نهاية للتحالف باعتباره عامل استقرار وأمن لليمن. نحن اليوم أمام نهاية حتى الاتفاق الرياض الذي كان جزءا من الحل، وجاءت المملكة العربية السعودية ولم تبدي نية جادة لتطبيقه. نحن اليوم أمام افتضاح المملكة العربية السعودية بعد الإمارات واتضاح للرأي العام. طيب أستاذ عبد الرقيب، يبدو أن لديك معلومات يسيران في فلك واحد. طيب يبدو أن لديك معلومات مفصلة، أن تقول المبلغ 72 مليار ريال، وأنه بعد 50 دقيقة بعد 50 دقيقة هناك تحرك سعودي للضغط على المجلس الانتقالي لإعادة المبالغ المالية. نعم بكل تأكيد، الحاوية يعني الحاوية نفسها تحوي أكثر من 20 مليار، ولدينا أربع حاويات. هذه معلومات من البنك المركزي يعني حصلنا عليها. المبلغ الذي تم سرقته من قبل ميليشيات المجلس الانتقالي هو 72 مليار يمني، هي مخصصة لمرتبات ويعني موازنة للدولة، وهي التي جاءت بها الحكومة الشرعية. وحجة المجلس الانتقالي الذي خرج إلينا ببيان وتصريح عبر ناطقه الرسمي ليغطي على الكارثة والفضيحة، يقول أنه يتحفظ عليها حتى لا تصل إلى الحكومة الشرعية بين قوسين الفاسدة. الحكومة الشرعية هي التي جاءت بهذه الأموال، وهذه الأموال مدرجة في إطار الموازنة، فكيف يعني يأتي بهذا الكلام العاري عن الصحة، والتي هو يعني محاولة للتغطية على هذه الجريمة والفضيحة الكبرى. اليوم لنا أن نراقب شبكات التواصل الاجتماعي وسائل الإعلام المحلية هنا في عدن وفي اليمن، المغردون اليمنيون في الداخل والخارج يتحدثون على هذه الفضيحة الكبرى. المجلس الانتقالي اليوم يعني أحرق يعني شخصيته وسمعته فوق ما هي محروقة، يؤكد أنه عبارة عن ميليشيات لا يهمه الجنوب ولا قضية الجنوب ولا الشعب الجنوبي. اليوم يسرق أموالهم ويسرق مرتباتهم، وقد وصلت إلى الميناء. هذا مكون عبارة عن ذراع يعمل لأجندات خارجية، يضرب سمعة اليمن، يضرب الموانئ. الميناء توقف وأعلن الإضراب ويعني وجه السفن بالعودة. بالتالي هذا المجلس يعني يضر باليمنيين ويضر بسمعة عدن وموانئها والمحافظات الجنوبية. هو عبارة عن بندق مستأجر يستخدمه طرف خارجي للإضرار باليمنيين. طيب نشرك معنا بالنقاش أيضا من تعز الكاتب والمحلل السياسي عبد الهادي العزعزي. أستاذ عبد الهادي، هذه الحادثة توصيفك لتبعاتها وتداعياتها، وأيضا وفق ما هو معلن الآن من تفاصيل حول هذه الحادثة. إلى الآن عمليا لا زال المجلس الانتقالي هو المسيطر أخي على عدن، فهو مسيطر على المدينة بأكملها، فما بالك بحكاية أن يتم مصادرة شيئا هنا أو الاستيلاء على شيء آخر. هذه الحادثة هي نهاية لاتفاق الرياض، موت إعلان، موت حقيقي لهذا الاتفاق، وأيضا فشل في الراعين لهذا الاتفاق فشلا ذريع. ظهرت المسألة على حقيقتها، أي أن هذه الأطراف لا يراهن عليها. الحكومة تتواجد في عدن بعدد بسيط متمثل في الأخ رئيس الوزراء وبعض الوزراء، وهذه المسألة مرتبطة بالبنك، من يتقاضون رواتب يشكل الإخوة في المحافظات الجنوبية أكثر من 75% من هؤلاء جميعا، ونسبة بسيطة في المحافظات الشمالية التي تمكن الحوثي من إفشال من كانوا يتقاضون منها رواتب. هذه الأموال هي أموال رواتب لثلاثة ولأربعة أشهر لأغلب المؤسسات المتواجدة سواء في المحافظات الجنوبية أو البعض اليسير من المحافظات من المديريات المحررة في المحافظات الشمالية التي لم تصل إلى درجة محافظة كاملة تامة التحرير، لا تعز ولا أيضا لا البيضاء ولا مارب ولا الجوف تماما.
لا زال هناك مديريات من هذه طيب قد المحافظات يقول، قد يقول حاضرة أحدهم إلى اليوم المسألة. أستاذ عبد الهادي أنك أن تستبق الآن وتتحدث أن الاتفاق فشل، اتفاق الرياض، وأن هذه هي الحادثة قد تمثل فشل للرعاة أيضا لاتفاق الرياض ونهاية لاتفاق الرياض الذي يحظى بدعم من المملكة العربية السعودية، رغم أن الإشكالية انتهت، تم الضغط على المجلس الانتقالي وتمت إعادة المبالغ المالية. يا أخي انعكاسات هذه المسألة على مستقبل عدن كعاصمة، على مستقبل الاستثمار، على مستقبل التطبيع لعدن. المسائل دائما نتصرف بطريقة تجعل هذه المناطق محرمة على رؤوس أموال، محرمة على المجتمع، تفقد المجتمع الشعور بالأمان. الحادثة دائما فيها محمول اجتماعي ومحمول شعبي وأمن عام، أو ما ينعكس على المستوى العام هنا في داخل هذه المنطقة. واتفاقا بين طرفين، هل يسعى الانتقالي مثلا عبر هذه العملية إلى إعادة إنشاء إنعاش اتفاق الرياض الذي شعر الانتقالي أنه انتهى شهرين لم تنفذ أجزاء منه، أم أن الانتقالي يعتبره ردة فعلا عن أحداث شبوة وأبيان؟ المسألة لها أكثر من أبعاد. أم أن هنالك ضغوطا كبيرة تمارس على الحكومة أيضا من قبل الإخوة الراعيين، من قبل التحالف نفسه؟ هل هنالك أجندات قادمة؟ بعض الأعمال أو كثيرا منها مترابطة مع بعضها البعض. قبل يومين تم الحديث من قبل قناة العربية الحدث ويتبع المملكة العربية السعودية عن الجيش في تعز بطريقة اختزالية وبطريقة تؤدي إلى تحجيم هذا الجيش وإسقاطه في النظر العام. ما الذي تستفيده أو يستفيده الإعلام أو الممارسات التي تعتبر متضاربة ومتعارضة مع روح هذا الاتفاق، مع تأمين المناطق المحررة؟ لماذا يظهر التحالف العربي أداؤه في اليمن بهذا الشكل وبهذه الوسيلة؟ لماذا يتم إعطاء صورة نمطية عربيا على أن كل من الإخوة في التحالف العربي أصبحوا يمثلون خطرا حقيقي على هذا البلد، وبالتالي تهز سمعات هذه البلدان ولا تدرك الأقطار المرتدة مستقبلا عن أعمالها، وأنها لن تستطيع في المراحل القادمة التأثير لا سياسيا ولا عسكريا في الإقليم والمنطقة المحيطة به؟ هذه المسائل مرتبطة بمدى نجاح التحالف. الآن يجب أن يدرك الجميع أن التحالف والحكومة الشرعية طرفان، طرفان أساسيان، وأن الإخوة أيضا في الانتقال جزءاً من هذا الطرف. لماذا 6 سنوات ونحن نراوح عند نفس المشكلة، عند نفس الإجراء، اختراقا هنا عملا هنا، تظهر الجميع وكأنهم بلا مرجعية، بلا احتراما لأي من الاتفاقات، بلا احتراما لإنسانية الإنسان، لحقوق الناس، لمصالحهم. أليست هذه كوارث؟ ألا يقيم هؤلاء أنفسهم؟ المسألة ليست أن تحقق نصر عسكري أو تبسط نفسك بالقوة أو تستولي بالقوة. الإشكال الحقيقي في كيف يمكن أن نكون على قد أو قادرين على حكم هذا البلد بشكل نمطي بما يرضي الناس. 6 سنوات، اليوم نحن أمام ما يقارب 70 شهر. مسألة ليست سهلة. الحرب العالمية الثانية بكلها لم استمرت 6 سنوات. وهذه المسألة بالنسبة لوضع عدن والتأمين والأمن، وكل يوم نعود إلى نفس المربع في مدار 4 سنوات ونحن نخوض بنفس الدائرة أشبه كما طيب. يقال بالثورة الساقية أو بجمل المعصرة. ندور ونعتقد أننا نتحرك، الأمور تتجه باتجاه آخر. يبدو لي أن هنالك مقدمات طيب لتفاوضات. سنتناقش إلى أين ستذهب الأمور وفيما يخص اتفاق الرياض. سأعود لك أستاذ عبد الهادي، أعود للأستاذ عبد الرقيب الهدياني. فقط صدر بيان من المجلس الانتقالي أو توضيح من المتحدث باسمه نزار هيثم حول الحادثة والعملية، لم نشهد أي بيان لا من الحكومة ولا من المملكة العربية السعودية. برأيك لماذا؟ طبعا يعني الأمر مريب يعني بعض الشيء. لماذا لم يخرج إلينا البنك المركزي ليتحدث عن هذه الواقعة، وزارة المالية، الحكومة؟ لماذا هذا الصمت أمام حدث كبير؟ الشارع يغلي، وسائل الإعلام تتحدث، شبكات التواصل الاجتماعي تسخر حديثها الأول عن هذه الحادثة، ويعني الجهات الرسمية المسؤولة أمام الناس لا صوت لها ولا حراك. نحن أمام يعني عدد كثير من الأسئلة. أولا، كيف وصلت هذه القوة العسكرية؟ كيف دخلت
ميناء الحاويات؟ أين القوات السعودية التي تشرف على الملف الأمني في عدن ووصلت إليه بموجب اتفاق الرياض؟ يعني كيف استطاعت هذه العصابة أن تأخذ 4 حاويات من ميناء الحاويات؟ يعني الأمور يعني كثيرة، يعني التساؤلات كثيرة لدى الشارع اليمني ولا نجد كثير من الإجابات. نحن اليوم أمام واقع مختل، أمام يعني عصابة، نحن أمام تخادم واضح بين ميليشيات في عدن وأخرى في صنعاء. ميليشيات الحوثي نهبت الطبعة القديمة وتمنع اليوم التداول بالطبعة الجديدة، وميليشيات المجلس الانتقالي تقوم اليوم بسرقة ونهب العملة الجديدة. إذا نحن أمام ميليشيات تتخادم وكأنها تعمل في تنسيق واحد لتدمير اليمن واقتصاده وسمعته. لكن المجلس الانتقالي وفق البيان الذي صدر منه السيد عبد الرقيب يقول أنهم قاموا بالتحفظ على هذه المبالغ المالية ومن ثم تم تسليمها للسعودية التزاما منهم بتنفيذ اتفاق الرياض حتى لا تصل إلى الحكومة التي وصفت بمجموعة الفساد. السؤال لك استاذ عبد الرقيب، انت تقول ان هناك حاله تخادم ما بين ميليشيا الحوثي وقوات المجلس الانتقالي، يقول لك البعض يرى ان هناك الامور لا تقرا هكذا وفق ما البيان الصادر عن المجلس الانتقالي على لسان نزار هيثم، يقول انهم تم التحفظ على المبالغ الماليه وتمت اعادتها وتسليمها الى القوات السعوديه وهي الان بحوزه القوات السعوديه التزاما من المجلس الانتقالي بتنفيذ اتفاق الرياض. هذه حجه واهيه في محاولة للتغطية على الفضيحة التي وقع فيها المجلس الانتقالي. من أنت حتى تتحفظ على هذه الأموال؟ هذه الأموال جاءت بها الحكومة الشرعية وهي ذاهبة إلى البنك المركزي. يعني من أنت حتى تقوم بهذا العمل يعني العفوي؟ يعني ومن أنت حتى تسلمها للقوات السعودية؟ السعودية ليست يعني بها ذات صفة حتى تستلم هذه الأموال أو تتصرف بها. هي جهة جاءت موقف اتفاق لتدير أو لتشرف على الملف الأمني في عدن، ما خرج به المجلس الانتقالي عار عن الصحة ووقع في فضيحة أخرى بعد أن يبدو أنه مرتبك وحاول أن يخرج هذه الفضيحة بعد أن تلقى تهديدا واتصالا مباشرا حسب معلوماتنا من قبل الضابط السعودي المسؤول عن التحالف في عدن. اتصل بعيدروس الزبيدي وحدثه بلغة شديدة اللهجة وطالبه بسرعة تسليم هذه الحاويات التي كان يعني قد خزنها في معسكر جبل حديد، وحاولوا أن يخرجوا بهذا البيان الفضائحي في محاولة لستر عورتهم ولكنهم قد وقعوا في شر أعمالهم. أشكرك جزيلا عبد الرقيب الهدياني الكاتب والمحلل السياسي، كنت معنا من عدن. أعود أستاذ عبد الهادي العزعزي، في اللحظة التي يتساءل فيها البعض عن صمت الحكومة والسعودية حول الحادثة، البعض يقول الحكومة لم تصمت، هناك ضغط من قبل الحكومة تم من خلال إيقاف العمل في ميناء عدن. برأيك أيضا الإجراءات السعودية التي تمت والضغط الذي تم على المجلس الانتقالي ألا يحسب؟ عمليا إلى الآن أعتقد أن الإجراء تم من الميناء بشكل ليس رسميا، لكن العمال أنفسهم وموظفين الميناء شعروا بانتهاك ربما لكرامتهم وعلقوا عملهم أو أغربوا، وهذا من حقهم، هم يدافعون على طبيعة عمليا. لكن كإجراء رسمي المملكة بحسب الاتفاق هي المسؤولة عن تأمين عدن وعن حماية المنشآت والمؤسسات، وبالتالي هي لم تقم بواجبها بشكل صحيح، أو أن هنالك تهربا من الوفاء بالتزامات الحكومة وأيضا الراعيين للاتفاق برواتب الناس التي وقفت أثناء أحداث المحافظات الجنوبية والتي تبلغ بعض الجهات 4 رواتب، وهذا جزء من الرزمات على العيون، وإحنا هنا اقتراع. وهذه المسألة هي حالة عمل البنك المركزي عاجز على الوفاء بالتزاماته، والآن انتهت السنة ونحن في سنتين جديدة، وبحسب منظومة الحسابات متى سوف تدفع مستحقات الناس؟ لماذا داخل هذا البلد لا يتم احترام الحق والوفاء به؟ أين تتواجد الخطوط الحمراء في اتفاق الرياض هذا؟ إلى أين ينتهي؟ لماذا حالة البنوك
كان يستغرب مدى شهر من موقع الاتفاق أن يكون انتهى تنفيذ هذا الاتفاق وأصبح جاهزا. لماذا لم تدري الخطوات الحقيقية من التنفيذ في هذا الاتفاق؟ وأصبح الآن اتفاق الرياض شماعة كما أصبح اتفاق ستوكهولم في الحديدة شماعة أخرى، وهكذا تستبدل شماعة بشماعة ولا تحدث حلول حقيقية أو حلول فكرية لهذه المسألة داخل البلد. إلى متى ينتظر الناس؟ طال انتظار الناس إلى حد لا يطاق، وهناك صراعات محسوبة داخل المعسكر الذي يدعي مواجهته مع الانقلاب واستدعاء واستعادة الدولة. هناك منظورين للمسألة، المنظور الداخلي على مستوى التحالف والسلطة الشرعية والانتقالي، والمنظور الآخر على مستوى البلد وقوى انقلابية، وهي من بدأت الإجراءات المالية فعل مسمي هذا الشهر بشهر العملة اليمنية والسيطرة عليها والتحكم بها سواء في الشمال أو في المحافظة الجنوبية. هذه مسألة أخرى متروكة لأطراف هذا أن يتحركوا على الحكومة أن لا تطيل الصمت كما اعتدنا منها في المواقف الحاسمة، عليها أن تكون قوية وأن تطرح بقوة كل هذه المسائل، إلا إذا كانوا الإخوة في الحكومة يشعرون أنهم في معاشق أصبح بالمعتقلين وهم تحت رحمة الانتقال. على كلام آخر تظل هذه الأسئلة برسم الحكومة. شكرا جزيلا لك عبد الهادي العزيز الكاتب والمحلل السياسي ومن اسطنبول، ورحب بالباحث السياسي الدكتور عادل دشيلة. دكتور عادل أهلا بك. مرحبا بك أخي الكريم. الآن هناك تساؤل، عمليا من يسيطر على العاصمة المؤقتة عدن والتي تتواجد فيها الحكومة من خلال رئيس الوزراء وبعض الوزراء، وأيضا هناك تواجد للقوات السعودية التي ترعى وتدعم وتهيئ الأجواء لتنفيذ اتفاق الرياض بالنظر للحادثة التي كانت؟ طبعا من يسيطر على العاصمة المؤقتة عدن هو التحالف العربي والميليشيات الانقلابية المتمردة ممثلة بالمجلس الانتقالي الجنوبي. لذلك اليوم الحديث يعني عن أن المجلس الانتقالي قام بنهب بعض الأموال من ميناء عدن، هذا الحديث يعتبر نوع من العبث. من يسيطر على العاصمة المؤقتة عدن هو المجلس الانتقالي، وبالتالي من الطبيعي أن يقوم مثل هذه الأعمال. هذه ميليشيات مسلحة تمتلك المال والسلاح والسلطة، وهي تسيطر عسكريا وأمنيا وسياسيا على العاصمة المؤقتة عدن. لذلك أنا من وجهة نظري الشخصية هذه العملية جاءت أو يعني أتت استمرارا للوضع الذي يراد له أن يبقى في عدن. كما أن هذه الخطوة جاءت بعد تصريحات رئيس الوزراء اليمني السابق أحمد عبيد بن دغر على أهمية تنفيذ اتفاق الرياض، وأيضا جاءت بعد العمليات الأخيرة التي تحاول من خلالها الإمارات العربية المتحدة وهذه الميليشيات المسلحة تفجير الوضع عسكريا في شبوة. إذن عندما نتحدث بواقعية، الحكومة اليمنية غير متواجدة ورئيس الوزراء اليمني يقيم داخل شقة صغيرة بجانب بعض القوات السعودية في داخل قصر معاشيز، ولا يمتلك القوة حتى يسيطر على الوضع عسكريا وأمنيا. من يدير المشهد؟ وأكرر هذه العبارة، من يدير المشهد أمنيا وعسكريا وسياسيا؟ طيب المشهد أيضا، هل يمكن قراءة المشهد في العاصمة المؤقتة عدن فيما يخص تنفيذ اتفاق الرياض بعد الحادثة؟ كيف؟ قراءتك للمشهد، إلى أين تذهب الأمور في العاصمة المؤقتة وباقي المحافظات المحررة المعنية باتفاق الرياض اليوم؟ أولا أنا دائما أكرر في أكثر من مقابلة بأن اتفاق الرياض ولد ميتا منذ اللحظة الأولى، ولذلك هذا المشهد يأتي يعني استمرار يعني لكي يستمر الوضع على ما هو عليه اليوم، وأيضا لا لا للضحك على الحكومة اليمنية في أن التحالف العربي جاهز لتنفيذ الاتفاق. إذا هذا هو تنفيذ الاتفاق، أي أنه يعني العملية التي جرت اليوم هي من ضمن إجراءات تنفيذ الاتفاق بحسب تصريحات المجلس الانتقالي، أن المجلس الانتقالي ينفذ الاتفاقية الرياض من خلال النهب والسلب، أي نهب وسلب يعني حقوق الناس. إذا لا ينبغي ألا نتحدث عن أي يعني عن عملية سياسية أو عن أي حوار سياسي أو حتى عن يعني تنفيذ اتفاق الرياض. هذا الكلام عن الحديث عن هذا الكلام ما لم يتم هزيمة هذه الميليشيا عسكريا هو نوع طيب من العبث، ليس دفاعا عن التحالف ولا السعودية، لكن ما الذي يعنيه الضغط على المجلس الانتقالي وفرض عليه إعادة المبالغ المالية التي تم نهبها من قبل قواته الأمنية في الميناء؟ طبعا لا لا لا. يا أخي العزيز، المجلس الانتقالي يعتبر أداة من أدوات التحالف العربي. من الذي يمول المجلس الانتقالي عسكريا وماليا ولوجستيا وسياسيا؟
أليس هو التحالف العربي؟ نحن عندما نتحدث عن التحالف العربي، نحن لا نتحدث عن المملكة العربية السعودية، نتحدث عن التحالف العربي، والتحالف العربي هناك يعني طرفين رئيسيين في هذا التحالف هم السعودية والإمارات، ولذلك من يساعد هذه الميليشيات هو التحالف العربي في المكان الأول. لذلك عندما تأتي المملكة العربية السعودية وتقول بأن ضغط على المجلس الانتقالي، هذا نوع من الضحك على الآخرين ونوع من الضحك على الحكومة اليمنية. اليوم مضى أكثر من شهرين على اتفاق الرياض ولم تنفذ حتى خطوة واحدة باستثناء عودة رئيس الوزراء شخصيا وبعض الشخصيات معه، وهم الآن يعني رهن الإقامة الجبرية في أحد الشقق كما ذكرت لك في داخل قصر معاشيه. إذن التحالف العربي يتحمل المسؤولية الكاملة عما يحصل وعما حصل ويحصل في عدن، وهو من يسيطر عبر هذه الميليشيات المسلحة على الوضع الأمني داخل عدن. أشكرك جزيلا الدكتور عادل دشيلة الباحث السياسي، كنت معنا من اسطنبول، شكرا جزيلا لك. إذن انتهت هذه الحلقة من برنامج زوايا الحدث. في الختام تحية طاقم البرنامج ومنتج حلقة اليوم مهرب المجد في أمان الله.